صيف طويل في انتظار عائشة وسالم ويوسف وهذا الجمع الكبير من الأولاد. وقت الدراسة ولى، وبدل الخمول كان لابد من مكان ليفرغ فيه هؤلاء طاقاتهم، ولا يوجد أفضل من الفضاءات الرياضية. استانس وألعب مع أصدقائي وألعب كرة قدم وأتحدى الناس الآخرين. أنا بستفيد من الخيمة والله كثير أشياء، بكت مهارات جديدة، بعرف رياضات جديدة، وكمان بخسر وزن وبحرك جسمي، وهذا مفيد لجسمي كله. تعلمت إنه أعرف أشوت باسكتبول صح، كثير أشياء أعمل. لعبنا فوتبول وباسكتبول والثاني شو وفوليبول ودوجبول. أنا عندي ولدين وحبيت صراحة اخترت السمر كامب لأنه أنا دائماً بحب أشغل أولادي بأشياء مفيدة، يعملوا رياضة أفضل من الجلوس بالبيت، يعني بيضلوا طاقتهم بيلعبوا بيغيروا جو. التنوع في الأنشطة الرياضية التي تشمل رياضات جماعية وفردية يسهم في تطوير مهارات الطفل حتى من الناحية الفكرية والاجتماعية، بخلق صداقات خارج إطار المدرسة والعائلة، ولكن هي أيضا فرصة لكشافي المواهب لعلهم يجدون ضالتهم في أحد هؤلاء. فعلا مثل هذه المخيمات تستهدف الجانب الاجتماعي وتعزيز التواصل بين الأطفال وخلق روح تحمل المسؤولية من الصغر عندهم، ولكن لدينا مدربون ومتابعون في كل الرياضات بالتأكيد. إن لفت انتباههم أحد في أي رياضة سواء في الكرة أو غيرها سنعمل على تطوير قدراته. تعلمت كيف أني أشوت صح، واليوم جبت 10 أكوال، وفي المستقبل بدي أصير لعبة باسكتبول. أنا أحب كرة القدم في السمر كامب، أنا ألعب كل يوم كرة القدم باسكتبول، يعني different sports not like everything is the same. بين المتعة والمرح والجدية يواصل الأطفال قضاء عطلتهم الصيفية متنقلين بين رياضات مختلفة، قد تنجح إحداها في كشف موهبة مخفية تحتاج إلى صقل ومتابعة للبروز والتألق مستقبلاً.